نبدا بالتحيه لكل الاهلاويه اللي بيبداوا معانا حلقه جديده من السادسه. تحياتي ليكم واهلا وسهلا في اخر 48 ساعه في القاهره قبل السفر والاقلاع للمملكه العربيه السعوديه ان شاء الله. استعدادا لمباراه الجمعه اهلي وزمالك، ديربي مصر، ديربي الوطن العربي، نهائي كاس مصر اللي هتستضيفه الرياض. كل التوفيق طبعا للنادي الاهلي، وهنتكلم طبعا على الماتش النهارده. بس خليني اقول لكم الاول، او ابدا الحلقه بصدقه التوقعات. يعني يمكن قرايتنا الحقيقه في حلقه نهايه الاسبوع، حلقه الاربعاء اللي فات، لما اتكلمنا مع حضراتكم مع اكثر الفرق المرشحه للحصول على بطاقه تاهل لدور الثمانيه، امبارح النتيجه جت من الكنترول، او النتيجه طلعت بشكل رسمي وزي ما توقعنا تقريبا، او كانت التوقعات بنسبه 100% صحيحه. خليني استعرض مع حضراتكم الثمانيه الكبار، ثمان فرق اللي نجحوا في التاهل عن المجموعات الاربعه لدور الثمانيه في بطوله دوري ابطال افريقيا. عن المجموعه الاولى، مامالدي سان داونز ومازيمبي، زي ما قلنا امبارح دي كانت مجموعه محسومه بالفعل، نواذيبو وبيراميدز خرجوا يعني من بدري، كانت حساباتهم صعبه جدا وضعيفه، وحتى قبل جوله النهائيه كانت تقريبا ما لهمش حظوظ في التاهل. المجموعه الثانيه كان حسمها بشكل كبير اسيك ميموزا، وكانت البطاقه الثانيه بين الوداد وبين سيمبا. سيمبا نجح امبارح بعد تحقيق فوز عريض الحقيقه بنتيجة 6-0 انه يحسم البطاقة الثانية، وبكده تكون تاني الفرق الكبيرة اللي كانت من المرشحين للمنافسة على اللقب حسب الترشيحات يعني اللي اتقالت. دي ما كانتش وجهة نظرنا ولا رأينا، لكن ناس كتير قالت لك الوداد هيكون موجود للترشح او للمنافسة على اللقب، مش بس مجرد التأهل من دور المجموعات، لكن كمان الوداد خرج وبيراميدز خرج، ودول يمكن خلينا يعني طبعا الوداد المفاجأة حقيقية، لأن الوداد ضيف دائم على الأقل المربع الذهبي في آخر أربع نسخ من البطولة، بطل النسخة قبل الأخيرة، وصيف النسخة الأخيرة، فبالتالي خروجه هو أكبر المفاجآت. يعني بيراميدز اعتبره على سبيل الترشيحات، يبقى انه ناس كتير قالت لك بيراميدز هينافس وبيراميدز هيقدر يروح لبعيد، اعتبر بالنسبه لهم هم مفاجاه، لكن بالنسبه له خروجي ما كانش مفاجاه، مجموعته صعبه جدا، عندها خبرات كبيره جدا. طيب يبقى كده اول اربعه قلنا مامالدي سان داونز ومازيمبي اسيك ميموزا وسيمبا. بيترو اتلتيكو في المجموعه الثالثه كان حسن، كان يغرد منفردا، وبالتالي حسن بطاقه التاهل بدري، وكان الصراع بين الترجي التونسي والهلال السوداني، والترجي امبارح نجح في حسم البطاقه الثانيه من المجموعه الثالثه، والاهلي ويانج افريكان زي ما انتم متابعين طبعا كل تفاصيل المجموعه والمباراه الاخيره الاهلي ويانج افريكانز اللي انتهت بفوز الاهلي، وبالتالي الاهلي ويانج افريكانز تأهل عن المجموعه الرابعه. كده الاهلي هيقابل مين؟ لسه ما نعرفش. الاهلي ببساطه شديده جدا هيقابل واحد من ثلاثه، مازيمبي الكونغولي، الترجي التونسي، سيمبا التنزاني، واحد من الثلاثه. والحقيقه انت لو بصيت للثمانيه اللي موجودين صعب تفضل فريق على حساب فريق. يمكن في السنوات الاخيره تقول يانج سان داونز هو المنافس الرئيسي للاهلي في الـ في الـ في الـ في, الـ في الثمانيه الكبار، يمكن هو ده او هم دول الفرقتين الاقرب للمنافسه، لكن انا بشوف الحقيقه ان كل الفرق حظوظها تكاد تكون متساويه. ليه؟ اسيك ميموزا مقدم عروض قويه جدا في دور المجموعات. انا دايما بفصل، يعني مش بالضروره اللي تعمله في دور المجموعات يبقى نتاج طبيعي او مقدمات طبيعيه اللي هتعمله في الادوار الاقصائيه، بالعكس صحيح. حتى الاهلي ده ينطبق كمان على الاهلي، اوقات كتير بيبقى مش مستوانا وما بنعملش نتائج كويسه في دور المجموعات، لكن لما بتطلع ادوار اقصائيه بيظهر المارد الاحمر. نفس الشيء ينطبق على مازيمبي الكونغولي، على سان داونز، على سيمبا، على الترجي. شاء من شاء وابى من ابى، واحد من كبار افريقيا يتراجع مستواه، يحصل له مطبات صعبه، لكن قادر يرجع في اي لحظه وفي اي وقت، وفرقه لازم دايما تعمل لها حساب. وسيمبا تنزاني واحد من القوى الصاعده برضو، انت بتتكلم على فرقتين من تنزانيا، فرقتين من تنزانيا حاضرين ضمن الثمانيه الكبار في افريقيا، سيمبا ويانج افريكانز، فبالتالي المنافسه هتكون على اشدها في دور الثمانيه. واي فريق انت هتقابله هو مفيش لقاء سهل ولقاء صعب، نتمنى ان شاء الله انه الوجه الحقيقي للاهلي، وكويس عندنا فتره يعني مش عارف والله كويس ولا وحش، لان احنا لما توقفنا المره اللي فاتت المكنه عطلت شويتين، لكن نتمنى ان شاء الله باذن الله القادم يكون افضل، وخصوصا ان احنا عندنا مباراه مهمه جدا هتكون اخر مباراه قبل التوقف الدولي ان شاء الله للمنتخب، وعن ازمه المنتخب هيكون لينا كلام. اسمحوا لنا قبل ما ندخل في تفاصيل الحلقه النهارده نروح لفاصل ونرجع نبدأ حلقتنا.
تعليقا على ما أثير حول مصطلح الأزمة. أنا ليه تحفظ شوية على قصة الأزمة دي؟ لسه بدري قوي على الأزمات دي، إحنا لسه بنقول بس يا هادي، يعني لسه كابتن حسام وكابتن إبراهيم بيبتدوا يخططوا أو يحضروا لمعسكر المنتخب اللي هيبدأ يوم 12 أو 13 مارس تقريبا، وبعد كده الدورة الودية اللي هتستضيفها الإمارات الشقيقة، وابتدى الكلام على أزمة. أنا طبعا أنا تصوري، وأنا يمكن عندي يعني بعض المعلومات الموثوق من مصادرها اللي بتقول مفيش مشكلة بين صلاح وبين حسام حسن، يعني كل الكلام اللي اتقال في محاولة لتصدير صورة انه في حالة تولي حسام حسن وابراهيم حسن مسؤولية المنتخب الوطني ان ده ممكن يكون سبب في مشكلة مع تحديدا محمد صلاح، لا اساس له من الصحة، ده على حد معلوماتي انا الشخصية. وان صلاح أكد في أكتر من مرة أنه انتمائه لمنتخب مصر، هو لاعب زيه زي أي لاعب تاني، يمكن يكون قائد المنتخب، يمكن يكون ليه دور مؤثر، أكيد طبعا، يمكن يكون ليه مش هقول تدخلات، خليني أقول بعض الآراء بحكم ثقة بعض الأجهزة الفنية اللي تولت المسؤولية سابقا فيه، سواء كنت بتكلم عن كارلوس كيروش أو بتكلم حتى على روي فيتوريا آخر مدير فني لمنتخب مصر، ممكن ده يكون حاصل، يعني ممكن وارد جدا. ففكرة أن حسام يبقى موجود في موقع المسؤولية، هل كان ده يستدعي موافقة محمد صلاح؟ أعتقد أنه لا، أعتقد أنه قولا واحدا لا. ففي ناس حاولت تنسج من القصة دي تصدر أزمة للجهاز الفني تحديدا للمنتخب في بداية المشوار، وده اللي أكد عليه كابتن حسام في أكتر من مرة. القصة أنه كابتن حسام أعلن قائمة المحترفين المطلوبين للانضمام للمنتخب في شهر مارس، ليفربول بعت طلب انه يتم استثناء محمد صلاح لانه مصاب. كابتن حسام من حيث المبدا قال لك طب احنا ما عندناش مشكله، بس بشرط انه ما يلعبش مباراه، وده طبيعي جدا بما انه مصاب يبقى اكيد مش هيلعب مع ليفربول، لكن لو لعب هنضم. اتحاد الكره اصدر بيان امبارح اتمسك فيه بجميع اللاعبين المحترفين، واعلن بالفعل عن قائمه المحترفين اللي هيتم ضمها للمنتخب: محمد صلاح، احمد حجازي، عمر مرموش، تريزيجيه، محمد شريف، حمدي فتحي، ومصطفى محمد. دول اللعيبه. وحسام حسن من ناحيته بيدرس انه يوافق على فكره انه صلاح يستمر في برنامجه واعاده تاهيله في ليفربول بشرط وحيد، شرط طبيعي جدا ومنطقي جدا، هو عدم مشاركه في اي مباراه حتى نهايه فتره التوقف الدولي اللي تنتهي يوم كام؟ يوم 18. اتحاد الكرة من ناحية تانية أصدر بيان بيأكد أو في نفس البيان أصدر نقطة تانية بيتكلم فيها، بيقول إنه إحنا تلقينا بالفعل خطاب من نادي ليفربول عشان يتم إعفاء محمد صلاح من المعسكر القادم بداعي إصابته، بعد ما تم إرسال اسم صلاح من ضمن طبعا اللاعبين المحترفين اللي هيطلب أو اللي طلب بالفعل الجهاز الفني للمنتخب ضمهم منذ أيام. والبيان كمان اتكلم على إنه ضم اي لاعب محترف من حق الاتحاد او من حق الاتحاد المصري من حق الجهاز الفني للمنتخب المصري، ومساله ضمه من عدمها هي مسؤوليه الجهاز الفني اولا واخيرا بقياده كابتن حسام حسن. وقال انه لسه الوقت مبكر جدا، لسه في عندنا مساحه من الوقت نشوف من خلالها. بتتكلم النهارده احنا في اول شهر مارس، لسه قدامك تقريبا 10 ايام لغايه لما ينطلق المعسكر، فبالتالي الاتحاد قال لك ندي لنفسنا وقت وندي ليفربول وقت، محدش عارف ايه اللي ممكن يتغير في التوقيت ده، لكن في نهايه الامور من حق الجهاز الفني انه يضم اي لاعب، ومن حقه انه يخضع للجهاز للكشف من قبل الجهاز الطبي التابع للمنتخب، وهو يقرر اذا كان في اصابه تستدعي انه يرجع النادي بتاعه ولا حالته الصحيه او البدنيه سليمه تسمح ليه بالمشاركه. ما اعتقدش انها ازمه، يعني كل سواء حتى من قبل، يهمني كمان يعني بيان الاتحاد كان في حرص شديد او واضح من خلاله انه احنا بناكد على موقفنا في مسانده الجهاز الفني. احنا في ظهر الجهاز الفني عشان ما حدش يحاول ان هو يقول لك حسام حسن كان ليه طلبات الاتحاد ما وقفش معاه والى اخره، فواضح جدا ان هو مش بيخلي مسؤوليته لكن بياكد على انه اللي هيقوله او اللي هيطلبه الجهاز الفني الاتحاد هيتمسك بيه. الناحيه الثانيه وجهه نظر ليفربول طبيعيه جدا، يعني اذا كان محمد صلاح فعلا مصاب فيبقى طبيعي جدا زي ما كان مصاب، ده انت كان محمد صلاح مصاب وانت بتلعب بطوله امم افريقيا فبعته ليفربول، يعني انت بتلعب بطوله امم افريقيا ومحمد صلاح موجود معاك في كوت ديفوار وصلاح اتصاب فبعته انجلترا، فما بالك وهو متصاب وهو في انجلترا اصلا. ف
يعني مفيش منطق انك انت تبعت تجيبه هناك اذا ما كان فعلا محمد صلاح مصاب اصابه تمنعه من الانضمام لمنتخب مصر. ما اعتقدش ان فيها ازمه، وان كان فيها بالنسبه لي نقطتين واضحين: مسانده اتحاد الكوره لكابتن حسام حسن او للجهاز الفني لمنتخب مصر، وحسن النيه او اظهار حسن النيه الحقيقه بشكل متزن جدا ومنطقي جدا من قبل كابتن حسام حسن. على كل الاحوال هنتكلم على القصه دي مع ضيفنا الكابتن احمد عبد الفتاح، وطبعا ملف الاهلي والزمالك حاضر معانا النهارده. خليني بس اروح واخدكم لاخبار الاهلي ونشوف الاهلي نيوز روم فيها ايه النهارده. طيب زي ما قلت لحضراتكم، طبعا احنا بنتكلم على مرحله استعداد لماتش السوبر. كان مفترض ان يكون في ماتش الاسبوع ده تم تاجيله، وده جه يمكن يعني في اعتقد انه الزمالك كان عنده ماتش كمان في الكونفدراليه، تم الاتحاد الافريقي اعتقد مع فريق غيني تم الغائه، ف سوار الغيني بالظبط كده، وتم الغاء المباراه لانه الفريق الثاني ما كانش يعني في مشكله حصلت مع فريق سوار الغيني، وبالتالي الاتحاد الافريقي ابلغ نادي الزمالك انه هيتم الغاء المباراه بتاعته في الكونفدراليه. فبالتالي الفرقتين عندهم الاسبوع بشكل كامل للتحضير والاستعدادات. مستر مارسيل كولر استغل الفتره دي انه يدي لعيبه الاهلي راحه 48 ساعه من التدريبات قبل ما يرجع مره ثانيه يستعد لمواجهه نادي الزمالك في ماتش نهائي الكاس. الكلام ده الحقيقه من بعد مباراه، يعني تحسبهم او بدايتهم كانت من بعد مباراه يانج افريكانز مباشره. مفترض انه الرحله بتاعه الاهلي ان شاء الله هيبقى في بكره تمرينه، وهيكون في تجمع يوم الاربعاء الصبح في مطار القاهره. السفر هيكون يعني في وقت مبكر، وبعد كده في نفس اليوم نفس يوم الوصول الاهلي هيتمرن ان شاء الله باذن الله في السعوديه. هيكون اول تمرينه الساعه 7 مساء، تمرينه اربع، تمرينه خميس، ثم المباراه هتكون يوم الجمعه ان شاء الله. حقيقه كمان يمكن خليني اقف مع الحقيقه بيان نادي الاهلي، الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي والساده اعضاء مجلس الاداره ورؤساء قطاعات النادي الرياضيه بينعوا ببالغ الحزن والاسى اللواء منير ثابت رئيس اللجنه الاولمبيه المصريه الاسبق التي وافته المنيه اليوم، داعين المولى عز وجل ان يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويثكنه فسيح جناته ويلهم الاسره الكريمه الصبر والسلوان. خلص تعزينا طبعا لاسره الراحل منير ثابت، طبعا واحد من القامات والاسماء في المجال الرياضي اللي يمكن استمرت وكانت ليها يعني سنوات طويلة جدا من العطاء. نسأل الله الرحمة والمغفرة. طيب عندنا الحقيقة يمكن أكتر من ملف النهاردة. يهمني جدا النهاردة، يعني إحنا قريبين جدا من الأهلي، يعني 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 طريقة لو سألت أي حد من جمهور نادي الأهلي ممكن يقول لك مارسيل كولر بيفكر في سيناريو واحد أو سيناريو اثنين أو بالكثير سيناريو ثلاثة. شكل السكواد اللي هيخوض مباراه الاهلي بالنسبه للجمهور ممكن يكون بنسبه 70 80% محطوط بالفعل زي ما هو موجود في دماغ مارسيل كولر. القصه بالنسبه لي في الحلقه بتاعه النهارده الزمالك، الزمالك ازاي بيفكر في مواجهه النادي الاهلي، الميركاتو الجديد تاثيره ايه، الجهاز الفني الجديد تاثيره ايه، نتائج الزمالك الموسم ده تاثيرها ايه. خد بالك طبعا احنا خلينا متفقين، احنا بنحاول نقرا مش اكتر ولا اقل، كل ده ممكن ما يكونش ليه علاقه ب نتيجة المباراة أو تأثيره على مواجهة الفرقتين اللي بالتأكيد بتبقى دايما خارج التوقعات وخارج أي إطار سيناريو ممكن يكون محطوط ليها. لكن أدينا بنفكر إزاي بيفكر جوميز نفسه في مواجهة الأهلي، إيه الطريقة اللي ممكن يكون بيفكر أنه يلجأ ليها في مباراة هتكون صعبة بالتأكيد، مدرك تماما أنه بيواجه أقوى نادي وأكبر نادي في أفريقيا. مستويات الأهلي اللي قدمها الموسم ده في اللقاءات الكبيرة في حد ذاتها هتدرس بشكل كويس جدا. هل ممكن يلجأ لطريقه دفاعيه؟ هل ممكن يستغنى عن اسماء كتيره جدا ممكن يكون ليها دور او تراهن عليها جماهير الزمالك ان يكون ليها دور رئيسي؟ الصفقات الجديده ايه ممكن يكون تاثيرها؟ كل دي حاجات هنناقشها مع حضراتكم النهارده وندردش فيها مع ضيفنا النجم كابتن احمد عبد الفتاح، هيكون ضيف علينا في السادسه لكن بعد الفاصل. Oh!
رغم انه مارس من حيث الماتشات ما فيهوش ماتشات كتير، لكن تقدر تقول عليها انه شهر جماهيري، يعني الناس كلها في انتظار طبعا المباراه المنتظره والمرتقبه، مش بس على مستوى مصر، يمكن على مستوى الوطن العربي كله، ومش هبالك كمان لو قلت على مستوى بعض الدول الافريقيه، الاهلي والزمالك في نهائي كاس مصر، واحده من اهم الماتشات اللي تستناها في الموسم ان لم تكن اهم مباراه. خلينا نقول على المستوى المحلي، يعني يمكن الاهلي بيلعب ماتشات تانيه بالنسبه لجماهيره بتبقى اقوى اصعب اهم، نهائي تشامبيونز ليج، كاس عالم، لكن على المستوى المحلي تبقى مباراه الاهلي والزمالك او ديربي الكره المصريه هي الاهم بالنسبه للجماهير. اما على مستوى المنتخب فهيكون بدايه فتره التجمع، وهيكون بدايه الظهور الاول كابتن حسام حسن وكابتن ابراهيم حسن على راس الجهاز الفني للمنتخب الوطني. نتمنى ان احنا نشوف مش تغير، صعب جدا تغير، لكن على الاقل بوادر. عندنا كلام كتير كمان على دوري الابطال هنطرحه على ضيفنا النهارده في السادسه كابتن احمد عبد الفتاح. مساء الخير يا كابتن احمد، والحمد لله على السلامه. مساء النور ابو حميد، كل سنه وانت طيب، رمضان كريم على الامه الاسلاميه كلها يا رب، وعلى مصر كلها ان شاء الله. يا رب ان شاء الله. نبدا معاك منين؟ نبدا من المنتخب زي ما انت عايز. يلا نبدا من المنتخب. نبدأ يعني المنتخب. طبعا النهارده اكيد متابع طبعا قصه الـ مش عايز التصريحات اقول الكتير يعني تصريحات وبيانات هي الفكره لما بيصدر بيان من هنا ويترد عليه بيان من هنا فيطلع يعلق عليه حد مسؤول، فبتبان للناس انه وكان في مشكله ما، على الرغم الحقيقه انا شايف انه كل البيانات اللي طلعت بتعكس حسن النيه، سواء من حسن النيه من 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 اتحاد الكوره تجاه الجهاز الفني كابتن ابراهيم وكابتن حسام، او من كابتن ابراهيم وكابتن حسام تجاه كل المحترفين عموما والكابتن محمد صلاح خصوصا، او حتى بيان ليفربول اللي طلب اعفاء وده طبيعي جدا، لان كنت بقول اللاعب كان بيلعب معاك في كوت ديفوار واصيب وانت وافقت انه يسافر انجلترا، فطبيعي جدا لما يكون مصاب فليفربول تطلب اعفائه من الانضمام للمعسكر. بص، القصة وما فيها من الأول هي السوشيال ميديا هي اللي خلقت القصة دي من ساعة بطولة أفريقيا، لما كان كابتن إبراهيم أو كابتن حسام كانوا بيحللوا بعض أداء منتخب مصر في بعض القنوات الفضائية، فكان في الوقت ده كان في هجوم شوية على محمد صلاح، وفي أقاويل كتيرة اتقالت ساعتها، محمد صلاح مش مصاب، محمد صلاح بيتدلع، في كلام كتير اتقال ساعتها، لكن بعد كده ظهر ان فعلا محمد صلاح مصاب، وفعلا كان ليهم كل الحق في كل اللي حصل ده، والنادي عايز يحافظ على اللعيب، وطبعا انت عارف الارقام اللي بتدفع في اللعيبه الكبار دول، فده استثمار وحاجه كبيره جدا. محمد صلاح نجم كبير، لازم اولا كل الشعب المصري وكل جماهير الكره المصريه تعرف قيمه محمد صلاح. محمد صلاح عندنا زي موجود ميسي في الارجنتين، رونالدو في البرتغال، طبيعي جدا ان احنا نتعامل مع محمد صلاح كنجم من نجوم الكره المصريه، رقم واحد. رقم اثنين، الموضوع اختلف بقى، انا كابتن حسام حسن او كابتن ابراهيم في بعض القنوات انا كنت بحلل موضوع مختلف، دلوقتي انا ماسك المنتخب الجهاز الفني بالظبط، انا دلوقتي ماسك على راس الجهاز الفني، فانا وانا بتكلم او وانا بنقد او انا بتفرج على الفرقه وانا بحلل الفرقه مختلفه تماما غير لما اكون في موقع مسؤوليه فالناس طبعا اقاويل كثيره ان في هجوم من حسام حسن او كابتن ابراهيم حسن على محمد صلاح، لا طبعا لا هم عارفين، وعشان عشان عشان الصوره تبقى كامله برضو يا كابتن احمد، في كلام كتير يتقال برضو من الناحيه الثانيه، انه فكره تولي جهاز فني مصري في التوقيت ده، وخصوصا لو حضرتك تفتكر في اثناء ماتشات البطوله كانت سال فيتوريا في مره من المرات على انه هتستمر مش هتستمر، فكانت الاجابه على لسان صلاح لا هيستمر. ناس كتير ربطت بين الحاجات دي وبين فكره تولي كابتن حسام، وانه ممكن يكون في مش عايز اقول خلاف لكن توتر في العلاقه بينه وبين، لا انا هو اكيد ما فيش اصلا، يعني اكيد ما فيش علاقه بين كابتن محمد صلاح وكابتن حسام، ما فيش علاقه، يعني هو دلوقتي كابتن محمد صلاح بيتكلم على فيتوريا عشان في علاقه كمدير فني بتاعه فبيدافع عنه، اقول لا هيستمر، ده طبيعي لان في علاقه بينهم، ما هو ده وصل للناس انه بالظبط الناس صلاح بتاخد ليه صلاح أيوة ليه كلمه بالظبط، صلاح متدخل في صناعه القرار بشكل من الاشكال، انت عايز الحق ولا ابن عمه؟ الحق طبعا، ده طبيعي. ميسي بيحصل معاه كده، رونالدو بيحصل معاه كده، اللي يقول لك محمد صلاح ما بيتاخدش رايه في حاجه، لا محمد صلاح بيتاخد رايه في كل حاجه، محمد صلاح بيتاخد رايه في الجهاز الفني لمنتخب مصر. سيبك بقى الموضوع كابتن حسام حسن الفتره اللي فاتت، يا كابتن احمد فضل. يعني مع تقديري وحبي واعتزازي جدا بمحمد صلاح وتمنياتي الحقيقه انه يعمل حاجه مع المنتخب، لانه صعب انه اسم زي صلاح يعني يخلص يبطل كوره وما خدش بطوله مع المنتخب، وهو ما خدش بطوله مع المنتخب، فاتمنى له التوفيق في ده اكيد، لكن مع كامل احترامي وتقديري منتخب مصر طول عمره في نجوم كبيره جدا اكيد، في اسماء لبست تيشيرت المنتخب،
يعني وعملت انجازات للمنتخب عظيمه جدا. طبعا معاك. انا ما كنتش بسمع لحد صوت يعني لا ما كانش لما يجي عند منتخب اختلفت. مصر كله تعظيم سلام. اكيد صح أكيد ولا أكيد غلط؟ اكيد الموضوع اختلفت عن زمان. ليه؟ لان زمان كان في منتخب مصر فيه مش هقول لك 11 نجم، لا كل اللي رايحين المنتخب نجوم. لكن مع احترامي دلوقتي انا شايف ان الناس كلها عارفه ان محمد صلاح هو النجم الاوحد لمنتخب مصر. انا مختلف برضو مع دي يا كابتن احمد، مختلف انه منتخب مصر اللي راح على الاقل جنوب افريقيا السنه دي اللي هي بطوله 23 اللي كانت في كوت ديفوار في اول السنه دي في نجوم كتيره جدا. يعني اقول لحضرتك ان عمر مرموش نجم كبير جدا في المانيا، مصطفى محمد نجم كبير جدا في فرنسا، تريزيجيه نجم كبير جدا بالعطاء مع المنتخب قبل ما يكون في انجلترا أكيد. وتركيا. اكيد لما اقول لك احمد سيد زيزو نجم كبير جدا، اكيد لما اقول لك كل امام عاشور نجم كبير جدا، بس محمد الشناوي وعبد المنعم نجوم كبار جدا. نجوميه محمد صلاح طاغيه على كل النجوم بصرف النظر مع كامل احترامي، بس هو في المنتخب كله نجوم. طب اصل بقت يتقال نغمه كده بتتردد، احنا عندنا كده للاسف في اسلوب بغبغانات شويه، يعني حد يرمي القصه فتلاقي ونمشي وراها. منتخب النجم الاوحد، منتخب محمد صلاح، مين قال كده يا جماعه؟ يعني لعيبه مصر ده على فكره دي واحده من الحاجات اللي اثرت جدا من النواحي النفسيه في الجيل ده، الجيل ده مش في البطوله دي بس. انت شايف ان اللعيبه دي الموضوع ده مضايقهم؟ انا اعتقد انه في الغرف المغلقه اكيد مضايقهم. يمكن طب موقف زي مصطفى محمد لما جاب جون وراح ماسك تيشيرت محمد صلاح ده معناه ايه؟ بص انا ما عنديش شك انه اللعيبه بتحب محمد صلاح. انا ما بقولش ان في غيره بينهم وبين بعض او ان العلاقه بينهم وبين بعض مش كويسه. طبعًا. انا ما عنديش شك، بس فكره انه لعيبه تبقى ناجحه في فرقتها ومحققه انجازات وفي لعيبه منهم احترفت بره وفي لعيبه منهم ارقامها كويسه جدا جدا مع منتخب مصر وفي لعيبه منهم كانت سبب مباشر في نجاح مصر في حاجات كتير جدا سواء في الوصول لكاس العالم او غيرها، ما خدتش ربع الكريدت اللي خده محمد صلاح. بص يا اللعيبه دي تتوجع، معلش انا اسمح لي اقول لك، بس انا لو مكانهم هتوجع لما اسمع انه منتخب محمد صلاح. بس وانا كجمهور بقى معلش بتحصل في اجيال كتير ماليش دعوه. يعني مثلا لو اتكلمنا على جيل كابتن الخطيب كان فيه نجوم كبار جدا. ايوه وكابتن الخطيب كنت احس كابتن الخطيب اسم كابتن الخطيب هي اصل بص هي بتبقى كاريزما كاريزما مش طبيعيه. شوف الخطيب بالنسبه لي في نجوم كلنا كابتن الخطيب ده كده الكوره، بس الخطيب مفيش حد، يعني مفيش حد بالنسبه لي انا بوجهه نظري بقى محدش يتكلمني فيه. لا انا معاك، انا بحب كابتن خطيب. مفيش طيب. حد اقرب جنب خطيب. انا ما سمعتش في نجوم حواليه، في نجوم حواليه، انا ما سمعتش اسم في مره بيتقال منتخب محمود الخطيب. كان ساعتها السوشيال ميديا مش كتيره قوي برضو ان احنا نقول كده، بس ساعتها كابتن الخطيب طبعا طاغي على كل النجوم اللي موجوده، وكان في نجوم كبار جدا وفي كان بينكم مثلا نجوم محترفه بره، لكن كابتن الخطيب في حته تانية خالص. سبحان الله، انا هسيبك من اللعيبه انا هسيبك من اللعيبه انا اكلمك كجمهور بقى. انا كجمهور ما ينفعش اسال على منتخب بلدي المنتخب الوطني الواحد منتخب طبعًا. الاسم طبعا اسمه منتخب مصر طبعًا. والله لو جبت لي ميسي بكره اتجنسته ولعب باسم المنتخب فتقول لي منتخب ميسي اقول لك ما يلزمنيش. المهم احنا ما حدش يدان من كلامي. لا احنا بنتمنى التوفيق طبعا الفتره الجايه، زي ما اقول لك الفتره الجايه وهي فيها. بص الموضوع ده هيخلص امتى؟ في اول تجمع للمنتخب موجود فيه كابتن محمد صلاح وفيه كابتن حسام حسن. هو كابتن كل الاقاويل بيقول لك احنا تواصلنا مع كل اللعيبه المحترفه بالزبط. والروح اللي لمسناها منهم في التواصل ده روح ايجابيه جدا جميل. والناس كلها طبعًا. مخلصه جدا طبعًا. والناس كلها عندها رغبه انها تعمل حاجه لبلدها وللشعب المصري اللي المنتخب زعلهم شويه او زعلهم شويتين كمان في ده طبيعي طبيعي. فدي يعني بوادر حاجه كويسه بوادر كويسه مهمه جدا. بص الحاله النفسيه مهمه جدا الفتره الجايه للمنتخب. كل لاعيب المنتخب خارج اكيد خارجين من البطوله، كل الشعب المصري زعلان منها، فهم عايزين على الاقل البطوله اللي جايه بتاعت الامارات دي يعني ايه يحسوا بامل امل للشعب المصري ان المنتخب الفتره الجايه رايح لحته كويسه. ما تقوليش ان كابتن حسام حسن مع العصا السحريه يروح عامل كده مغير كل لا لا طبعا لا اكيد هيشتغل، مش هو اللي هيشتغل لوحده. هي على فكره العصا السحريه دي انا بقيت اقتنع بوجودها، يعني فايه مدير الفني او المدرب كان المدرب بتاع كوت ديفوار كان راجل ثالث في الجهاز الفني فالمنتخب اتمسح بيه الارض في دور المجموعات وتقريبا وكمل. كان يعني فتح الباب وحاطط رجل بره البطوله اساسا اكيد. فمشوا المدير الفني وجه هو قالوا له امسك المنتخب في نص البطوله،
لمعسكر اعداد معاك. انا لا انا, أنا لا دي فيها نسبه توفيق كبيره جدا. لا دي فيها نسبه توفيق لو كلمنا نتكلم عليها في نسبه توفيق. ما تقوليش ان هو عامل عصايه. لا لا هو توفيق كبير جدا مع دعم الجمهور مع الحاله النفسيه اللي وصلت لها اللعيبه ان هم كانوا بره ولا صوب العاب. طب حاجه بلاش ال 180 درجه عمل 150 عمل 130 درجه اكيد يعني فاهم. أكيد ممكن تكون لعبه الحته النفسيه وكابتن حسام هيشتغل الحته دي ازاي يا جماعه ان انا ازرع جوه لعيبه منتخب مصر ان تيشيرت المنتخب مصر ده حاجه مهمه جدا جدا ليك كلاعب. ممكن تكون بتلعب في احسن انديه في اوروبا، ممكن تكون مكسر الدنيا في اوروبا، لكن تيشيرت منتخب مصر لما تلعب بيه لازم تحقق له حاجه. حتى لو النتائج سلبيه لازم الجمهور يحس انك انت عملت اللي عليك. احنا ممكن نكون منتخب مصر في البطوله ممكن النتائج تكون سلبيه، لكن الجمهور ما حسش ان اللعيبه طلعت كل اللي عندها. ممكن تكون اللعيبه طلعت كل اللي عندها والتوفيق مش معاها. الجمهور بيحس بالحته دي. الناس اللي بتفهم في كوره هتحس، لكن اللي زعل الجمهور المصري واللي زعل كل النقاد وكل الناس اللي قائمين على كوره ان حسينا ان اللعيبه ما ادتش اللي عليها. انا متفق معاك في الجزئيه دي مليون في الميه. عارف الكلام اللي كان بيتقال زمان للاسف يعني انه لعيبه افريقيا لما بتيجي البطوله بتاعت تلعب في بطوله امم افريقيا بتيجي على انها نزهه وان مستواهم في بطوله افريقيا بيختلف عن مستواهم وهم بيلعبوا مع منتخباتهم في كاس العالم او مع انديتهم في بطوله في بطوله بالزبط. اوروبا الكلام ده حصل معانا بقى بيحصل معانا بالظبط. الكلام ده بقى بيحصل. بص معنا. انا مش عايز ادي برضو كل الحجج للعيبه منتخب مصر. لما يكون لعيب في اوروبا متعود على لعب معين او درجه حراره معينه مش عايزين احنا ممكن نكون احنا قاعدين وبنتكلم كده ولا لا ليه درجه لا درجه حراره بتاثر. لعيبة منتخب مصر بتلعب في درجة حرارة صعبة جدا ورطوبة صعبة جدا. ما انا بقول لك هنقعد نقول عارف هتقول لي لو بتقول لي ده قدام الكاميرون وقدام لا ما هم كده ما هم متعودين على كده. احنا لعبنا قدام الفريق الثاني بتاع راس الاخضر يا لا سيبك من الاسامي دلوقتي المنتخبات دلوقتي لا 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 منتخبات افريقيا كلها المستويات متقاربة. كابتن احمد انت منتخب مصر كل الكبار في افريقيا منتخب مصر خرج على نيجيريا منتخب تونس خرج كوت ديفوار منتخب الجزائر خرج انا عارف بس ده مش مبرر. هي بطوله غريبه جدا. هي بطوله كانت غريبه جدا والخريطه الفتره الجايه في افريقيا مفيش فرقه هتكون يعني ايه فرق عن كل الفرق. لا المنافسات متقاربه جدا. اي مباراه بين اي منتخب ومنتخب تاني حتى لو اسم واسم لا هتلاقي المباراه صعبه جدا وهتلاقي المكسب صعب جدا. وده اللي بيحصل دلوقتي كمان مش في المنتخبات بس لا في بطوله افريقيا. تسمع الانديه الجديده بتطلع بطوله افريقيا وتحقق نتائج لان الكوره فعلا في افريقيا اختلفت تماما. نتمنى التوفيق لكابتن حسام وكابتن ابراهيم ونتمنى نشوف بدايات. يعني انا يعني اتفقنا على الظروف مواتيه جدا للجهاز الفني يشتغل على راحته. عنده معسكر بعدين عنده دوره ودية وبعدين لسه بقى حليني عقبال ما يجي شهر 9 شهر 6 ماتشين بتوع بوركينا فاسو وغينيا في كاس العالم تكون الدنيا ان شاء الله بقت احسن كتير جدا باذن الله. طيب ان شاء الله بما ان احنا اتكلمنا على افريقيا او جبنا سيره افريقيا تعال نروح لدوري ابطال ونشوف الثمانيه الكبار ثمان فرق اللي تاهلوا عن الاربع مجموعات في بطوله دوري الابطال عن المجموعه الاولى. طبعا كان بيتنافس مع والدي سان داونز في مازامبي نواذيبو الموريتاني بيراميدز المصري. ممالدي سان داونز مركز اول مازيمبي مركز ثاني نواذيبو مركز ثالث بيراميدز مركز رابع. هل كان في مفاجات بالنسبه لك؟ اكيد طبعا بيراميدز بالبطوله دي انا نتائجه غريبه جدا انا مستغربها بس ممكن يكون عدم خبرات اللعيبه في بطوله افريقيا او كانوا بيلعبوا في الكونفدراليه او مره الكونفدراليه تفرق كتير عن بطوله دوري الابطال بصراحه. يعني انا شايف مستوى الفرق ممكن يكون اقوى شويه اكيد طبعا ممكن في دوري الابطال في دوري الابطال طبعا اقوى لان بيبقى التصنيف او فرقه واخده هناك الدوري غير بس مش القصه مش كده يا كابتن احمد. ما انا بقول لك مش 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 كده بس يعني انت كنت في دوري في الكونفدراليه بيراميدز كان قريب في اعتقد مرتين من يوصل النهائي يحقق اللقب بالظبط صح ولا غلط؟ لا لا مش هو ده السبب لكن لا انه ما يعملش غير من ست ماتشات فوز صعب صعب جدا وتعادلين انا مستغرب جدا لمن ده برضو من تغيير كل شويه تغيير الجهاز الفنيه انه اجمالي النتائج ذهابا وايابا امام فريق زي نواذيبو الموريتاني نادي موريتانيا برضو صح نتائجها في بطوله افريقيا بعيده جدا لكن انا احساسي لا اللعيبه مش مركزه اللعيبه مش ممكن يكون في رغي كتير في النادي لان كل سنه نسمع كتير عن بيراميدز لا ده خلاص اخر السنه رجال الاعمال بتوع النادي هيصفوا النادي ممكن وارد جدا في كلام واصل للعيبه فاللعيبه فكين شويه في ممكن بعض المشاكل الاداريه
هي مشكله بيراميدز في المشاكل الاداريه، لكن هو عندهم مجموعه من اللعيبه لو قيمناهم كده كفرقه، لا لازم يكونوا مع النادي الاهلي ومع سان داونز من الناس اللي يبقوا على الاقل في المربع الذهبي بقيمه لعيبه بيراميدز باساميهم ولاعيبتهم. لا المفروض الكلام على المفروض، الاسماء لا تصنع الفرق، لكن زي ما قلنا قبل كده الاسماء لا تصنع الفرق، اي فرقه معهاش جمهور انا شايف انها صعبه، الاسماء لا تصنع الفرق. طيب نروح للمجموعه الثانيه، كان عندنا طبعا من ضمن التاهل وكان يغرد منفردا في المجموعه كان اسك ميموزا، كانت المنافسة في البطاقة على البطاقة الثانية لغاية آخر جولة، الجولة السادسة بين سيمبا وبين الوداد طبعا زي ما حضراتكم شايفين، فتأهل. خلينا ناخد المتأهلين مباشرة بقى، عايزين نشوف رئيس نادي سيمبا بيديهم الفلوس اهو عندهم ده في صورة من الدولة بيديهم الفلوس في الملعب. صحيح صحيح. انت بتتكلم على انجاز تنزانيا، انت بتتكلم تنزانيا الفريق الدولة الوحيدة اللي عندها فرقتين في دور الثمانية السنة دي في دوري ابطال. عندها يانج افريكانز وعندها سيمبا التنزاني. فالمجموعة الثانية تأهل منها اسك ميموزا سيمبا التنزاني، المجموعة الثالثة بيترو اتلتيكو والترجي التونسي اللي حسم طبعا بطاقه التاهل على حساب الهلال السوداني، والمجموعه الرابعه بتاعتنا الاهلي ويانج افريكانز. كده الاهلي في مواجهه ثلاث فرق. اسك و لا لا اسك, لا. أسك اول مزيمبي. مجموعه سيمبا سيمبا والترجي ومازيمبي صحيح. انت بتترجى تتمنى مين؟ تترجى خلاص بقى تترجى الترجي. لا والله يا انا كنت بقول ان الثمانيه اللي موجودين السنه دي نمره واحد، اما هتلاقيهم من مدرسه الابطال يعني الشخصيه موجوده الروح والمنافسه على اللقب حافز ودافع طبيعي جدا، كنت في حالتك او كنت بعيد عن حالتك اكيد ما تقدرش تطلع مازيمبي او اسك ميموزا او الترجي او سان داونز. خد بالك ان مفيش ولا فرقه من المغرب ولا طبعا الترجي الوداد ودع بدري ولا فرقه من الجزائر ولا فرقه من الجزائر تونس الترجي لحق نفسه هو بقى الحقيقه انت بتتكلم على فريقين عربيين بس فقط ترجي واهلي من هم اللي دخلوا شمال افريقيا على الرغم من انه اللي كان بيتقال او اللي كان متعرف عليه انه شمال افريقيا في السنوات الاخيره هي اللي مسيطره على اكيد الاهلي والوداد كمان وصل كذا نهائي بطوله، لكن انا شايف النهائي فعلا زي ما بقول لك كنا بنتكلم من شويه على المنتخبات قلت لك السنه دي برضو الانديه موضوع الانديه برضو بتختلف الخريطه طيب. بتختلف وما تقدرش تقول ان تاهل اي حد من الثمان فرق دول مفاجاه عادي جدا هم ثمانيه وممكن كمان اول يعني حتى كمان اول مجموعه قريب جدا من ثاني المجموعه يعني ممكن وارد جدا ان اول مجموعه يلعب ثاني مجموعه في دور الثمانيه واول مجموعه يخسر مظبوط عادي جدا المستويات متقاربه جدا صحيح لكن طبعا النادي الاهلي معودنا الحمد لله ان شاء الله فترات طويله جدا اولا بنبارك وصول دور الثمانيه ده كنا طبعا يعني احنا عارفين لعبه النادي الاهلي مش يعني بالنسبه لنا بقت سهله الحاجات دي نبدا بقى احنا بنحسب لعبه النادي الاهلي من اول دور الثمانيه خلاص بقى احنا ايه دخلنا في الجد بس السنه دي الى حد كبير يعني المجموعات ما كانتش سهله بقى لنا سنتين ثلاثه ده فعل مش حلو لما بنعاني وكده بتلاقي الموضوع وصل للنهايه على طول بس ان شاء الله نقدر لا بس خد بالك ده بيعكس برضو حاجه تانية جديده شويه الاهلي تركيز من اول اليوم يمكن امبارح كنا بنستعرض رقم قياسي للاهلي او رقم قياسي لمارسيل كولر انه لغايه دلوقتي 16 مباراه 16 مباراه هو الرقم من البطوله 19 ولا 13 لا 16 الرقم الصح 16 مباراه في دوري ابطال افريقيا بدون هزيمه الرقم اللي متحقق بقى الاول 19 مباراه ولا كام باسم مانويل جوزيه اعتقد كان 19 مباراه 19 انا عارف ان ناقص 3 مباريات 19 انا عارف ناقص 3 ماتشات يعني لو وصلت النهائي ان شاء الله بدون خساره يبقى حقق رقم قياسي وده شيء يحسب لكل الحقيقه أكيد. لانه منهم اكيد 8 ماتشات لعبهم خارج الارض حقق فيهم الفوز 4 وتعادل فيهم 4 مرات الرقم القياسي مع الترجي 20 مباراه رقم القياسي على مستوى افريقيا يعني 20 مباراه بلا خساره فاحنا واصلين لل 16 دلوقتي طب نرجع للتواني بتسالني تتمنى مين انا اقول لك الثلاثه بالنسبه لي مباراه مواجهه صعبه يعني سواء ترجي سواء سيمبا او مازيمبي لكن لا انا الان من مازيمبي انا ما احبش اقابل مازيمبي مازيمبي عشان الماتش اللي على ارضه دايما بتخش فيه حسابات كتير عشان كده يعني لو ترجي او سيمبا احنا برضو سيمبا انت عارف مشكله درجه الحراره وبنلعب في وقت صعب جدا هي دي اللي بتخلينا عايزين نبعد عن في سيمبا ومازيمبا يعني عايزين بنفكر في الترجي عشان الصيام وهنلعبهم في رمضان واكيد هم كمان صايمين فهنلعب المباراه بعد الفطار فكل الناس بتتمنى الترجي زائد كمان نسبه التوفيق اللي احنا الحمد لله على الترجي علي لكن انا ما بامنش دي قوي يعني مع انه ديربي شمال افريقيا بقى اهلي وترجي بس احنا لعبناهم كتير بس احنا يعني ليدنج عليهم او رجلنا
يعني علي عليهم شويه. فلكن برضو انا ما بؤمنش دي قوي، لان كل مباراه لها ظروفها، لكن برضو بتمنى الترجي لان ظروف المباراه انت عارف لعيبه مصر برضو في رمضان، وممكن المباراه يبقى قبل الفطار، واللعيبه بتصمم ان هي تبقى صايمه، فالظروف تبقى صعبه. فاتمنى. طب تابعت ماتشات البطوله كابتن احمد؟ اه اكيد طبعا. ولا ماتشات الاهلي بس هي اللي كنت لا لا كنت بتفرج على ماتشات الاهلي بس. في فرقه فاجئتك او في فرقه تقدر تقول عليها ما كانش متوقع؟ يانج افريكانز. يانج افريكانز النتيجه كمان اللي كسبت 4 دي كانت مباراه غريبه جدا. ويكسب فرقه بحجم طبعا الجزائر، فرقه جزائريه 4-0، لا انت نتيجه غريبه جدا يعني. وهي دي كمان اللي وصلتهم، اللي خلتهم المجموعه، وكل واحد عنده طموح. لكن يانج افريكانز انا شايفهم كفرقه، لا انا شايف لو ينفع لعبهم في دور الثمانيه ثاني يا ريت. مين ترشحه للمنافسه على اللقب كابتن احمد السلام؟ الاهلي وصن داونز. مع الاهلي؟ الاهلي وصن داونز و ماميوليدي من جنوب افريقيا برضه. ماميوليدي صن داونز. ماميوليدي صن داونز ومازيمبي. ومازيمبي بالظبط. بطولة السنة دي أصعب ولا النسخة الأخيرة اللي الأهلي خد لقبها أصعب؟ لا أنا شايف السنة دي يعني الفرق مش زي السنة اللي فاتت. يعني كان في برضه الوداد، الفرق المغرب، فرقة الجزائر، الفرق برضه بتدي البطولة تقل. لكن السنة دي أنا شايف صن داونز. البطولة السنة دي لو قدرنا، لو نادي الأهلي بعد عن صن داونز لغاية النهاية هتلاقي المباراة بين الأهلي وصن داونز سهل جدا. النهائي بين الأهلي وصن داونز. ولو بدري اللي يفوز منهم هو الأقرب. وارد جدا مثلا في الدور قبل النهائي. وارد. لكن اتمنى يبقى مباراه نهائيه. يعني أتمنى. انت انطباعك ان البطوله بين الاهلي وصن داونز؟ بالظبط كده، لان يعني الفرق برده مش زي قوه السنوات اللي فاتت. على كل الاحوال المشوار لسه طويل، ده احنا عندنا السيزون كانه لسه ما بداش. ما انت عارف السنه دي معروفه. احنا كل سنه وحضراتكم طيبين كده، ان شاء الله نرجع للموسم تاني يمكن اواخر رمضان، او كل سنه وانتم طيبين بعد العيد. ما انت عارف يعني المشكله السنه دي احنا كنا عارفين القصه دي من بدايه الموسم، ان لعيبه النادي الاهلي السنه دي هيلعب مباراه كتيرة جدا. هو اللاعب اللي بيلعب في المنتخب. ايوه. بيلعب بطولة افريقيا والدوري وتصفيات كاس عالم. تصفيات كاس عالم، فصعبة جدا للنادي الاهلي الفترات الجاية يعني. بس مستر الكورة دي بيشتغل فيها كويس قوي، اللي هي بالظبط سياسة التدوير. شغلها كويس قوي. بانت في الأربع ماتشات اللي فاتوا. ما عندوش مشكلة، عنده كمان ما شاء الله مجلس انت قائمة إصابات كمان توقع أي فرقة. بس لا يعني برضو احنا عشان بنشكر مجلس الإدارة اللي عامل لك فرقة زي دي. ايوه. اللي جاب مجموعه من اللعيبه في كل مركز واحد او اثنين او ثلاثه ساعات، مفيش مشكله. كمان الصفقات اللي عملتها كمان في يناير عملت حلول في حته. هاخد رايك في الصفقات واكلمك على دورها وتوقعاتك ليها، مش بس الصفقات، سكواد كله، مارسيل كولر في مواجهه جوميز، اهلي وزمالك، نهائي كاس مصر. بس احنا نروح لفاصل ونرجع مره ثانيه مع كابتن احمد عبد الفتاح. في الفاصل دايما بتطلع حاجات كده ومحاور، والله يعني الواحد بيبقاش دايما عامل حسابها. بيبقى في صراع اجيال يا كابتن احمد. اكيد طبعا، يعني في كل المجالات مش بس في الكوره. اكيد طبعا، اكيد لما نيجي نتكلم عن اي حاجه، ان لعيب دلوقتي مثلا بيلعب ومدرب بتاعه اسم كبير، هو برده ممكن ما يكونش معاشرش مثلا كابتن حسام حسن وهو لاعب. أيوه. كان عامل ازاي؟ وكابتن حسام حسن عارف قيمه. لا كابتن حسام كلاعب كان لعيب كبير. اللي ما شافش حسام حسن كان واحد من مهاجمين الابزاز يعني. انا كنت مهاجم جنب كابتن حسام يعني. أيوة. ولعبت جنبه كتير وعارف قيمته ازاي، ومن هدافين التاريخيين لمصر. طبعا. وهدافين التاريخيين للنادي الاهلي. طبعا. وجايب ما شاء الله بطولات كتيره وحبه للنادي الاهلي. بص وجاي في مرحله يعني هو طالع طبعا بعد جيل عظيم كان في الكره المصريه. كابتن خطيب كان سبب في وصول مصر المونديال 90، هدف الجزائر الشهير. أكيد طبعا اكيد بوركينا فاسو بطوله التالق، كل الحاجات دي بقى. لما بيجي كابتن حسام بيتضايق من لما يلاقي حد مش عارف قيمته. كابتن حسام اكيد كلنا احنا عشان احنا عاشرناه. ايوه. ولعبنا معاه عارفين قيمه كابتن حسام. لكن الجيل ده ممكن بيلعبوا لكن مش بيسمعوا زي ما احنا مثلا. انا بسمع عن كابتن الشاذلي. ايوه. او كابتن روزوي او كابتن برضو مش برضو مين. لكن كابتن حسام انا عشان لعبت معاه وشفته عارف قيمته. لكن اللعيبه دي برضو مش عارفه قيمه كابتن حسام. ايوه. فممكن في بعض التعاملات كابتن حسام بيتضايق او بيزعل لما يحس ان لاعب من اللاعبين
لا انا حسام حسن، انت مش مقدرني ازاي؟ ازاي؟ انت بتهزر؟ انت جاي تهزر؟ انت مش مقدرني ازاي؟ انا اللي جبت الجون ووصلت مصر كاس عالم. ايوه انا اللي انا جبت اللي جبت 8 ضربه جوان في كاس الجزاء افريقيا. بتاعت كابتن مجدي عبد الغني. هو بيقعد ده كل ده جواه، ايوه كل ده جواه. ف بنتمنى له التوفيق الحقيقه. اكيد طبعا بصوا اكيد. خلينا نتفق في الاخر انه تجربه المصريين كلهم كانوا يعني القاعده العريضه او الاغلبيه من الجماهير كانت دايما بتنادي بحسام حسن، وفي جزء من المحللين او الاعلاميين كانوا متحمسين لتجربه واحد الاول، خلينا نقول فكره المدرب الوطني، عشان ما اكيد اعرفش ليه احنا ما بننجحش كله غير خد مع فرصته، اصلا الوطني. المدرب الوطني خد اه فرصته، كل صحيح. مدرب. كابتن حسام بدري خد، ايهاب جلال خد فرصته. لا ايهاب جلال ما خدش فرصه، يا عيني. ارجوك انا عشان ما اظلمش الراجل، الراجل ما لحقش ويا دوبك قعد على الكرسي قال له شكرا. بالظبط. انا بتكلم مع يعني انه مدرب محترم جدا اكيد وكويس طبعا جدا كابتن طبعا ايهاب طبعا 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 طبعا، طبعا اكيد كان يعني شيء نصيب يعني. كل فرقه بيمسكها مؤثر فيها. بس هو اللي احنا كده نيجي على اللي مننا يعني، انت عارف اكيد. لا يمكن تجرؤ انك انت لا لا تعمل ده تمام. مع لا لا طبعا لا طبعا لا طبعا. مدرب اجنبي. على فكره كابتن حسام بدري كمان مشي وما خسرش ولا مباراه، صحيح. عشان بس السوشيال ميديا. برضو دلوقتي برضو مش عايزين ننكر ان السوشيال ميديا مؤثره في بعض القرارات، مش عايزين ننكر دي. يعني لو كابتن حسام حسن الفتره دي دي ملوش، كلها لجان الكترونيه يا كابتن احمد عشان تبقى عارف. لا بس برضو لا والله بجد معاك كلها اكيد يعني اكيد في في لجان. منها طبعا، في اكيد منها انا اكيد. عارف انه في منها جماهير حقيقيه وجماهير بتتكلم بقلبها، لكن ما تنكرش انه في جزء كبير جدا لجان بتحصل مدفوعه بتحصل وممولة بتحصل بتحصل وبتاخد عشان اكيد اكيد اكيد. تحقق اهداف. اكيد ده اكيد. بيحصل في السياسه مش هيحصل في الكوره بالظبط. لا يعني. ما كرة سياسة، اه مش والكره عايزين برضه سياسه طبعا. ننكر دي. طبعا طبعا. طيب خلينا نروح معاك لماتش الاهلي والزمالك. بدايه خلينا نقرا مقدمات الفرقتين، نحكم على الاهلي من واقع الموسم حكم ممكن يبقى مش موضوعي، لانه الاهلي وصل في الموسم ده لمستويات لو ظهر بيها يوم الجمعه اللي جايه هياكل الاخضر واليابس. أكيد. متفقين؟ فاحنا هنحكم على مرحله ما بعد التوقف. الاهلي خاض خلالها 4 ماتشات، شباب الاسداد بره جزائر، تعادل، ميديانا غانا وكسب، كسب بلديه المحله هنا محله في كسب، الدوري خماسيه، ويانج افريكانز، ويانج افريكانز نادي هدف. الزمالك. تقييمك سيبك من النتائج، النتائج لا لا مش عم بتكلم على النتائج الكوره. مرضيه جدا يعني، اعتقد في ظل الظروف دي والغيابات دي والتوقف الطويل ده انك ترجع تحقق في 4 ماتشات 3 مكسب تعادل وتعادل دي نتائج كويسه. اكيد طبعا. لكن تعال نقيم الاداء شويه، شايف اداء الاهلي ازاي اجمالا في ال4 ماتشات؟ ايه اللي نور قوي لفت نظر كابتن احمد عبد الفتاح شفته ايجابي جدا يتبني عليه، وايه اللمبه الحمراء اللي نورت حاجه شايف ان لازم نشتغل عليها الفتره اللمبه اللي جايه؟ الحمراء هي مشكله الاصابات شويه، في بعض الاصابات هي دي اللي تقلق شويه. ودي بتقابل النادي الاهلي بقى لها ثلاث اربع مواسم، بس الحمد لله قدرنا اتغلبنا عليها بسكواد النادي الاهلي. لعيبه النادي الاهلي عندنا سكواد على اعلى مستوى. ايوه زي ما قلنا كنا بنشكر مجلس الاداره ان هو عمل للنادي الاهلي فرقه بقى لنا 4 5 سنين عمال تبني، حتى كل ميركاتو صيفي او شتوي بتقدر تحط واحد او اتنين بسبب الرؤيه الطويله طول الموسم. يبقى عندك مثلا مشكله في الباك رايت، طب نجيب باك رايت، فبنجيب حاجه كويسه. عندنا مثلا نص الملعب فيه مشكله شويه، واحد مثلا كبر شويه، واحد نبدا نجيب صفقه كويسه. فده بنهني بيه بصراحه مجلس اداره النادي الاهلي اللي هي بتقدر، ولجنه الكوره اللي هي بتقدر تختار لنا مجموعه من اللعيبه على اعلى مستوى. مش عايزين ننكر النقطه دي. عندنا مجموعه من اللعيبه الاساسي او الاحتياطي، اي لاعب بيلعب دلوقتي ما عندكش مشكله. لو فكرنا مع بعض كده نتكلم مثلا على الاجنحه قدام، اذا كان بيرتسي تاو، حسين الشحات، طاهر محمد طاهر، رضا سليم، عبد القادر، عبد القادر، اي حد فيهم، كريستو كريستو كمان. جاي جاي انا بحبه جدا على فكره، من كريستو اللعيبه اللي جيده جدا، بس ايه محتاج بعض الخبرات شويه. هيستوي يعني، لكن لعيب كويس جدا جدا يعني. كريم فؤاد، كريم فؤاد برضو لما بيلعب في الحته دي بصراحه يعني، ولسه كمان بيفكرني بحسين الشحات، شحات لما يستوي. بصراحه لعيب جيد جدا، وكل مباراه ليه بصمه. فادينا بنتكلم على مثلا 7 لعيبه، اي حد فيهم مش بتكلم على الفراوده بقى. دلوقتي عندك كهربا ووسام ومودست الثلاثه. كهربا شويه قاعد مفيش مشكله، وسام بيلعب بيهدف. ايه رايك في وسام؟ مودست بالنسبه انا ما بحبش استعجل على اي تقييم. لا بس في حاجات بوادر. انا عشان انت عشان انا كمدير مهاجم، انا مهاجم مدير فني ممكن تشوف بتلعب مهاجم مع فرقه في ماتش وشفت فتشوف حد تحركات عينك تروح له. عنده طبعا حاجه كويسه، طوله
حلو جدا، تحركاته كويسه جدا، حصل تجانس سريع بينه وبين لعيبه النادي الاهلي، دي حاجه كويسه جدا. يعني خد اجابات كتيره جدا في اول مباراه، دي حاجه طبعًا. كويسه جدا. المباراه الثانيه كان بديل، وده الاسلوب اللي بيشتغل عليه مستر كولر على طول. يعني ممكن واحد ياخد المباراه البلديه مثلا، لعب هدف، يدي المباراه اللي بعد كده المودست عشان ياخد يديله بديله. هنلاقي مثلا كهربا برده في المباراه اللي جايه، لا مش عايزين ننكر دور كهربا، من انا من وجهه نظري من احسن المهاجمين اللي موجودين في مصر دلوقتي. فده بنتكلم على المهاجمين، كان مثلا على نص الملعب. لا قول لي في المهاجمين الماتش اللي جاي ماتش مين؟ كهربا. ماتش كهربا. اه وانا ليه اخترت كهربا؟ طبعا كهربا بعد الـ 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 لو انا كمدير فني لازم استغل الحاله النفسيه بعد تسديد الغرامه وقصه اكيد طبعا. وده اقدر اعرف استغله كويس جدا. عطش كهربا بقى له 3 مباريات ما بيلعبش، دي اكيد بتستفزه كلاعب، وده اكيد مستر كولر بيشتغل الحته دي كويس قوي، بيعرف يستفز اللاعب اللي يطلع منه احسن حاجه في وقت معين. يعني انت شايف انه عادة كهربا دي مخطط ليها؟ وارد جدا، وارد جدا، وارد جدا. هو ذكي جدا، بيعرف يشتغل الحته النفسيه كويس قوي. أيوة. عشان كده تحس ان اي لعيب بعيد وينزل لا تقولش لا ده فورمه الماتشات مش موجوده، لا هو بيخلق دوافع للعيبه ان هي تادي احسن تموت نفسها في الملعب. لان برضو زي ما بقول لك، لما بيكون الفرقه فيها 1 أو 2 أو 3 أو 4 كل واحد عايز يحافظ على مكانه. كل واحد عايز يبقى ليه دور، حتى لو انا ما بلعبش لا يبقى عايز ليا دور مثلا كنص ساعه 20 دقيقه تغيير. لو كلمت نص الملعب دلوقتي السوليه، امام، اكرم طفيق، ومروان، اي حد، كوكا، اي حد برده موجود. ديانج برده، بس انا ديانج بتاعي مصاب. ديانج بعيد. ديانج بعيد. بعيد ولا مصاب؟ عشان يعني هو بيشتكي من الام في الركبه، المفترض انه هيطلع يعني عشان يطمن على في فحص دقيق هيخضع عليه عشان نعرف ايه طبيعه الشكوى. لكن مفيش مشكله برضه. انا بقول لك خط الظهر النادي الاهلي طبعا غياب، انا شايف غياب مؤثر جدا لياسر. ياسر طبعا بقاله فتره طويله جدا في المكان ده جنب محمد عبد المنعم، بقى خلاص في هرموني بينهم حلو قوي، في يعني خلاص فاهمين بعض. بس طبعا رامي لما بيلعب بيقدم مباراه على اعلى مستوى، مش عايزين ننكر دي. اذا كان بيتكلم بقى على معلول مكانه، انا اطمنت عليه، لان كمان لما شفت عمر كمان لعب في الحته دي قدم مباراه على اعلى مستوى. اطمنت لمعلول ان شاء الله باذن الله، لو حصل اي حاجه، لو في اي مشكله الفتره الجايه. طبعا معلول المباراه الجايه الزمالك اكيد، لكن في مباراه جايه هيبدا بقى يريح معلول شويه. ما انت مش هتستنزف معلول كل المباريات الجايه، تلاقي عمر اشتغل في الحته دي كويس قوي، وهو اشتغلها مع المنتخب واشتغلها مع فيوتشر. كريم بعد شويه، كريم الدبيس، بص كريم محتاج بعض الخبرات شويه، بس في وجود عمر. على فكره كريم الماتشات اللي لعبها لعيب كويس جدا، اقنع الجماهير. بص جداً، اي لاعب يقنع الجماهير من عدد ماتشات، يعني شوبير اقنع جماهير النادي الاهلي. خلاص فاهم قصدي؟ في لعيب بيحتاج شويه خبرات، في لعيب ممكن البدني بتاعه ما يخلوش يدي 90 دقيقه، ممكن ما يستحملكش طول، ما يشيلكش طول المشوار. نيدفيد مثلا، نيدفيد لما لعب يعني بقاله بعيد جدا على المشاركه ولعب المباراه كان، لكن ثقه الجمهور دي بتيجي من يعني بتيجي من عند ربنا. أكيد يعني طبعا. انا أكيد. انا ارتحت لك، انا طمنت ليك، ده طبيعي. انا خلاص حطيت كريم من نوعيه اللعيبه دي. هتكلم على بقى الباك رايت، اللي كان محمد هاني او اكرم. ايوه، او اكرم كمان ممكن، الوارد جدا في وجود مثلا، انا ما اعرفش كوكا خرج الماتش اللي فات، ممكن كوكا ما يلعبش المباراه دي. فانا ممكن افكر في اكرم توفيق في نص الملعب، لانه محتاج كميه جري كبيره جدا. عندك مروان واكرم وامام في الاقرب. انت شايف انه الاهلي يلعب باثنين ارتكاز؟ لا هو بيلعب ثلاثه، هيلعب ثلاثه. هيلعب 4-3-3. يعني انت بتراهن على 86 ثلاثي اكرم ومروان وامام عاشور. وارد جدا السوليه، السوليه برضه مقدم برضه على اعلى مستوى. بس انا بتكلم لو كوكا سليم، انا شايف انه عنده ثقه في كوكا جامده جدا. حتى كمان هو اتكلم عليه، قال انا كنت محتاج ان انا اخرجه بره الازمه اللي هو كان فيها، انت عارف طبعا حاله طبعًا. الوفاه والاصابه طبعا. أيوة طبعا. حاجتين ورا بعض، فكان محتاج حاجه تفوقه شويه وتخرجه وتنسيه بره الحاله النفسيه اللي هو فيها. طبعا. ولعب المباراه وانا شايف قدم مباراه كويسه جدا، بس الخبطه اللي في اخر المباراه دي خرج. فاحنا ما نعرفش الاصابه دي ممكن توصل لايه. لكن انا شايف زي ما كنا بنتكلم اهو، غيابات غير مؤثره، خلينا نقول انه الغيابات لن تؤثر على خالص خالص سكواد النادي الاهلي. طب خالص. شايف الناحيه الثانيه الزمالك وتدعيمات، حاله فوقان، صفقات،
اغلبها ارتدى الفانيلا الحمراء قبل كده، اكيد وبالتاكيد ده بيشكل دوافع مختلفه جوه المباراه. اكيد شايف حالته ازاي؟ استعرض معاك نتائج ماتشات الزمالك الاخيره. الزمالك الاول تلعب ثلاث ماتشات، الاسماعيلي وتعادل، وابو سليم كسب 2-1 وكسب الداخليه 1-0. ده الثلاث مباريات اللي لعبهم. شفت الزمالك الثلاثه تحت قياده فنيه جديده؟ اكيد بس انا شايف بعد ان مرحله إن كابتن معتمد جمال. انا شايف ان برضو ان لا مش يعني في حاسس ان في لخبطه شويه، احساس ان في لخبطه في تكتيك المباراه او تكتيك اللعب. لسه جوميز ما قراش لسه لسه ما قراش القماشه. لا لسه اسلوبه او شخصيته ما 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 هو ما انت كمدير فني يا كابتن احمد لما بتمسك فرقه جديده انت جديد على البطوله نفسها، يعني انت مش كنت مثلا ما لعبتش في دوري مصر خالص، ما لعبتش في دوري مش خالص. ماسك فرقه فجاي تلعب عارف الدنيا ايه، فبتبقى عارف الدنيا وعارف المنافسه طبعًا وعارف اللعيبه وعارف الامكانيات. زي ما رحنا الدوري الليبي مثلا موضوع تاني خالص، قعدنا شويه طويل جدا قبل طبيعه الملعب والطقس والجمهور بتاخد وقت. هو برضو انا بقيت افهم القصه دي لما رحت اشتغلت بره. لازم تفهم طبيعه الشعب نفسه، لازم تعرف طبيعه اللاعب نفسه، ولازم تفهم طبيعه فرقتك، ولازم تفهم طبيعه المنافسين. بالظبط كل ده محتاج منك وقت عشان تذاكر. اكيد اكيد اكيد. هل الراجل في الفتره دي او من خلال الثلاث ماتشات شفته سيبك من نوصل فكره، لانه عشان يوصل فكره ما اعتقدش لسه شويه هو بيشوف، لكن قدر يقرا القماشه اللي معاه؟ لا لسه هو بيشوف مقرأش. هو بيشوف يعني وارد جدا اللعيبه بتلعب دلوقتي ممكن ما تلاقيش دور الفترات اللي جايه، ممكن لعيبه مثلا ما بتلعبش الفترات اللي فاتت هتخش وتثبت نفسها وتقدر تخش وتبقى هي اللي في الم... هو ده هي دي النقله اللي بين مدير فني ومدير فني تاني. ان في ناس هو لو انت مكانه تذاكر الاهلي ازاي؟ اذاكر الاهلي ازاي؟ لازم احكي يعني تذاكر الاهلي ما تلعبش النادي الاهلي السيزون ده كله، تذاكر الاهلي قدام اتحاد جده، تذاكر الاهلي قدام فلومينينزي، تذاكر الاهلي قدام النادي الاهلي مع مدير فني بقاله موسمين اهو، فخلاص ده اسلوب لعب خلاص سهله بالنسبه لي ان انا لو خد بالك في الماتشات الاخرانيه دي في حاجات كتيره جدا اتغيرت، الناس لاحظتها كتير جدا، وفي لعيبه اتغيرت، لعيبه اسلوب بدات تخش غير اللي كانوا موجودين، بس برضو هتلاقي الفكر واحد. يعني مثلا واحنا على المغمض دلوقتي عندنا فكر، اول ما الكره بتوصل على الجنب لمعلول او اي حد بيفكر اول حاجه ايه؟ بيرجعها لورا. فوارد جدا يشتغل على الحته دي، لك لا عايزين نقفل الحته دي اول مره يا جماعه اول، بس برضو لعيب الكره بينسى. ممكن كمدير فني تقعد تحفظه كذا، خلي بالك اول ما بيوصل بيروح لعبها ورا، برضو تلاقي اللعيبه كلها مندفعه على ناحيه الجون وبتنسى. ده وارد جدا. كل ما تتفرج كتير كل ما تفهم اسلوب الفرق. ايه اللي قريته في الثلاث ماتشات؟ اسماعيلي 0-0، ابو سليم الليبي كسب الزمالك 2-1. الزمالك كسب ابو سليم الليبي 2-1، كسب 2-1 بالظبط، وكسب الداخليه 1-0. بص طبعا انا شايف المباريات يعني شايفها ما كانتش صعبه قوي. يعني مثلا الاسماعيلي كانت مباراه صعبه عشان جمهور نادي الاسماعيلي والضغط. مباراه صعبه والملعب ما كانش في احسن حاله، مش عارف ملعب اسماعيليه ليه باص كده. في مشكله كمان كان بيلعبوا امبارح برده مباراه كان في مشكله في الملعب برده، لكن كنت شايف المباراه الاسماعيليه صعبه شويه. لكن الجديد في نادي الزمالك الجديد كصفقات جديده في الملعب، صفقات جديده في الملعب. كان عبد الله سعيد بيلعب في نص الملعب دلوقتي، ناصر ماهر مثلا في بعض التغييرات، احمد حمدي لسه ما دخلش، في صفقات كتيره لسه ملهاش دور لسه ما دخلتش. لكن في مباراه الزمالك اكيد المساعدين اكيد الناس في نادي الزمالك هيقولوا لا المباراه دي ليها طابع خاص، ليها لازم يكون فيها معظم الخبرات في الملعب اللي لعبت المباراه دي، لان اي لعيب جديد برضو مش سهله. الخوف عند مين اكتر؟ طبعا الزمالك طبعا. لكن انت خلاص النادي الاهلي اخر مواجهات، النادي الاهلي المتفوق، النادي الاهلي اخر ده يفرض اسلوب معين او طريقه تفكير معينه من جوميز، حتى وقع الزمالك يلعب جيم دفاعي مثلا قدام الاهلي. وارد جدا. والنادي الاهلي برضو هيبقى بدايه المباراه في بعض القلق، لان دي مباراه كاس. المباراه في بطوله غير مباراه في الدوري، الدوري ممكن اعوض، لكن مباراه كاس ممكن تكون انت متفوق جدا جدا واحسن لعيب المباراه وفرقه تخطف المباراه تخلص المباراه. حصلت معانا يعني، حصلت معانا كتير بتحصل. فبرضه هتلاقي بعض القلق ان انا اتحاد العاصمه اول السيزون مسيطر. مباراه غريبه جدا. مباراه غريبه جدا. فالمباراه البطوله اليوم الواحد دي بتبقى صعبه جدا، بيبقى جوه اللعيب انا عايز اهاجم بس برضه جوايا بعض القلق. مش بهاجم زي اي مباراه ثانيه، ما انا لو خسرت مباراه الدوري دي عندي مباراه ثانيه هقدر اعوض فيها، لكن لا في بعض القلق شويه، انا بهاجم لا خلي بالك شويه ايه؟ لا ايه؟ لا 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 الدور الدفاعي ايه اللي عندي شويه؟ لا
اخلي الطابع الدفاعي اكتر على الاقل الشوط الاولاني. على الاقل الشوط الاولاني، وممكن الشوط الثاني بعد كده يفتح. لو تراهن على الصفقات الجديده مع الزمالك في ماتش الجمعه، اراهن ان هم يلعبوا ولا اراهن ان هم يعملوا؟ هم يلعبوا اه اكيد. عبد الله هيبقى ليه دور اكيد، وناصر ماهر اقرب اثنين اللي ممكن يبقوا موجودين مع بعض. ناصر وعبد الله مع بعض في الملعب وارد، الملعب يشيل الاثنين؟ لا من وجهه نظر انا لا صعب يعني. هو لازم يبقى برده مأمن نص الملعب شويه، لكن هو دلوقتي بيلعب عبد الله كنص ملعب مدافع. بس انا من وجهه نظر لا، ممكن ما يلعبش الاثنين ضد النادي الاهلي، رغم انه الصفقات تبان في اغلبها تطوير او تدعيم للجانب الهجومي. أكيد. يعني 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 كلهم دعم للنص اللي قدام صح. لكن ارقام الزمالك هم اللي بيلعبوا، تكاد تكون سلبيه في الثلاث ماتشات الاخرانيين. يعني انا بتكلم على الماتشات اللي ظهرت فيها الاسماء أكيد. دي اكيد يعني 0-0 مباراه كادت ان تنتهي بهزيمه الزمالك يعني صح. انا شفت فرص لاسمه نادر فرج نادر فرج بتاع نادر الاسماعيلي، فرج مهاجم الاسماعيلي، وعبد الرحمن مجدي كانت كفيله انها تقضي على المباراه. رغم انه الزمالك كان برضه جاله بعض الهجمات وليه كذا فرصه صراحه، لكن اقصد اقول سهل جدا انك تخترق دفاعاته وتوصل لمرمى. ابو سليم الليبي مع تواضع ابو سليم الليبي طبعا، انت ادرى مني، انا ما اعرفش ابو سليم. ده ابو سليم ده ده صعد المجموعه على فكره ابو سليم. بس في برضه لا بس يعني اسمع عن اهلي بنغازي، اهلي طرابلس بالظبط، لكن اول مره اسمع عن فريق في ليبيا اسمه فرق فرقه جديده لكن عاملين نتائج ايجابيه دي كويسه جدا. لكن عادي جدا نادي الزمالك او النادي الاهلي بيلعب في ليبيا طبعا فرق كبير جدا يعني. الزمالك والداخليه واحد، الزمالك داخل المباراه طبعا كانت في اتجاه واحد خالص. ده لعيبه الداخليه نازلين المباراه يعني المدير الفني عايزين لا اخطف نقطه لا ما اخسرش كتير. والمباراه كلها الفرقه بتلعب تلت ملعبها. شفت هو هنا السؤال، تواضع النتائج ده او ملهاش مقياس. اهلي والزمالك، اهلي والزمالك ملوش مقياس. لا انا بتكلم على فكر جوميز، يعني شايف هل جوميز مش قادر ينجح في النيوان ينظف ادواته؟ هل مش مستوعب؟ لا انا كمدير فني بحط استراتيجيه للمباراه، انا بلعب مين؟ ما هو الاستراتيجيه دي مين الخصم وبعمل معاه ايه على اساسه ايه؟ يعني انا بلعب الزمالك الداخليه استراتيجيتي في المباراه هجوميه بحته. ابو سليم في ليبيا هجوميه بحته، الاسماعيلي برضه عادي خسرت مباراه عادي جدا في الداخليه الدوري، ايه المشكله يعني؟ لكن دي مباراه على بطوله؟ لا مباراه ليها شغل تاني خالص. من وجهه نظري فيها تامين كتير جدا من جانب نادي الزمالك، لان برضه الراجل عنده سكاوتنج، عنده هيقولوا له النادي الاهلي بقى لنا كذا وكذا والنتائج كذا وكده، بيجيب وهيجيب اخر مباراه وهيتفرج. هو لو عايز يعرف فرقه النادي هيتفرج على اخر مباراه من النادي الاهلي والزمالك في الدوري، هيتفرج وهيشوف، لان لازم يعرف نفسيه لاعب الزمالك في يوم المباراه ايه. ده لو هو عايز يذاكر صح. انا لازم اشتغل على حاله لعيبه نادي الزمالك الفتره دي، لازم اشتغل على نفسيه لعيبه نادي الزمالك الفتره دي، عشان على الاقل احاول استغل اي نقطه ايجابيه ان هي توصل المباراه لحاجه ايجابيه بالنسبه لي. بيقولوا انه حتى الاجانب في الـ في الـ في الـ في الماتشات اللي زي دي بيفضلوا العناصر اللي عندها خبره لقاءات الاهلي والزمالك بصرف النظر عن الجاهزيه الفنيه. هو ده اللي بقول لك عليه، ده اكيد الماتش ده او المواجهه دي ليها خبرات مختلفه. اكيد عنه. اكيد طبعا في لعيبه بتتخض من مباراه الاهلي والزمالك والجمهور وانت عارف ان ده برضه راح عامل تجربه جديده في السعوديه والملعب كله متقفل، جمهور النادي الاهلي وجمهور نادي الزمالك، وتجربه جديده وحاجه واعلام الموضوع ده في لعيبه رغبة. في لعيبه طبعا بتتخض، ما اتحطتش في الموقف دي قبل كده. أيوة. حتى ايا كان اسم من هو اللاعب، بس قدام ما اتحطش في موقف زي دي، في مواقف زي دي كتير بتبقى صعبه عليه. صعبه يعني مثلا نتكلم على عمر كمال عبد الواحد. عمر لعب مع المنتخب بس ممكن المباراه دي بالنسبه له خضه برضه، او مباراه اهلي وزمالك مباراه صعبه جدا. اللاعب المحترف هو ده اللي ممكن ما تفرقش معاه. لان هو مش من البلد، ما يعني ايه، مش مدرك قوي مجرد لونين ابيض واحمر، مباراه عادي جدا. لكن لا، في الموضوع كبير مش موضوع مش صغير بصراحه. صحيح. والدوافع كمان عند اللعيبه، يعني سيبك من خطط الجهاز الفني وسيبك من الجمهور وسيبك من الاهتمام الاعلامي، انا بتهيألي كمان في لعيبه كتير جدا على عكس من كلام كابتن احمد بيقوله تبقى عندها الرهبه او الخوف شويه او التوتر ماتش زي ده، في لعيبه تانية بتبقى مستنيه الماتش ده، عندها ثقه جدا جدا وبتحب جدا انها تقدر تعمل حاجه وتتالق في الماتشات اللي زي دي. ماتش من الماتشات التاريخيه. حسين الشحات من اللعيبه دي اللي خلينا نتكلم عن ده يا كابتن احمد اكتر، ونتكلم عن نقاط الضعف كمان زي ما اتكلمنا على النواحي الهجوميه. عايز اقرا منك نقاط الضعف في فريق نادي الزمالك، بس خلينا نروح للفاصل ونرجع نكمل كلامنا.
هل في مدرب تولى المسؤوليه من فتره صغيره، فتره بسيطه يعني مش فتره طويله، ما لحقش يشتغل، يعني خلينا نقول باختصار ما لحقش يشتغل، ممكن يغامر في ماتش مهم، ماتش على بطوله قدام فريق هو الاكبر على المستوى الوطن العربي ومستوى افريقيا، فيغامر بانه يغير طريقه لعب في اسبوع؟ وحتى لو خد القرار بالمغامره، هل ممكن المغامره دي ينتج عنها ترتيب اوراق وحفظ اللاعبين لادوار معينه ممكن تبقى مركبه او متغيره على اللي هم كانوا بيقوموا بيه قبل كده؟ ده سؤال مهم، لانه الزمالك لو لعب قدام الاهلي بنفس الطريقه اللي لعب بيها اخر ثلاث ماتشات هيبقى باختصار شديد عز الطلب، يعني اختراق الزمالك في الثلاث ماتشات الاخيره من فرق الى حد كبير، اسماعيلي فريق كبير لكنه بيعاني على مستوى الدوري، الداخليه ما تقدرش تحطها او تحسبها ما بين الفرق الكبيره، ومع كامل احترامنا لابو سليم برضه ما هواش واحد من عمالقه افريقيا، وفي الثلاث ماتشات دول كانت الخطوره او مصادر الخطوره على الزمالك متعدده من كل الجبهات، من الاطراف ماشي، من العمق ماشي، تحولات ومرتدات ماشي. السؤال هنا اذا لجأ جوميز لطريقه دفاعيه، يعني لو فكرنا انه هيغير طريقه لعبه اللي لعب بيها قدام الاسماعيلي وابو سليم والداخليه يا كابتن احمد، هل ده ممكن يحصل في خلال اسبوع؟ هل ممكن يرسم سيناريو او طريقه مختلفه عن اللي خاض بيها الثلاث ماتشات اللي فاتوا؟ اكيد طبعا ممكن يحط السيناريو، لانه عارف برضه قيمه النادي الاهلي واداء لعيبه النادي الاهلي والمباراه تبقى شكلها عامل ازاي. بس احنا لو مش محبطه شويه للعيبه، لا لا او لا او, لا أو, أو, أو توصل رساله للعيبه ان اذا كان المدير الفني خايف فاحنا كمان خايفين؟ لا 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 لا، هم اكيد عارفين اهميه المباراه، فده طبيعي جدا. طبيعي. بس احنا لو كنا اتكلمنا على مثلا تشكيل اخر مباراه بالنسبه لنادي الزمالك، بنتكلم فتوح والمسلوسي وحسام عبد المجيد ومصطفى الزناري، ولعب دونجا وسيف جعفر وناصر ماهر وعبد الله السعيد وزيزو وناصر منسي، عمل بعض التغييرات، سيف جعفر ما لحقش غيره بسرعه، نزل عمر جابر، هو لسه بيقول بيستكشف اللعيبه. التشكيله دي مستحيل يفكر فيها قدام الاهلي، مش ممكن. مش ممكن. هرجع اقول لك نقطه مهمه جدا، ده باع نفسه، نقطه مهمه جدا. مشكله نادي الزمالك قبل الصفقات دي عنده مشكله في نص الملعب، كنا لازم نيجي نتكلم في كده، في وجود بعض اللعيبه انا شايفهم مش بقيمه نادي الزمالك. ها انت بقى لما جيت جددت او جبت بعض الصفقات في نص الملعب، جبت مين في نص الملعب اداؤه ينفع معاك يلعب دور دفاعي؟ جبت عبد الله السعيد ملوش دور دفاعي قوي، جبت ناصر ماهر واحمد حمدي وزياد كمال، واحمد كلهم الاربعه طاير على قدام، طاير ده دلوقتي عشان ما فيش حد فيهم يلعب، بيلعب عبد الله في الحته دي. فدي مشكله كبيره جدا قدام النادي الاهلي، ما يكونش معاك على الاقل اتنين من الثلاثه دورهم الدفاع اقوى من الدور الهجومي هتخسر. لكن انت لو لعبت مين في الزمالك يعمل الدور ده؟ هو دونجا دلوقتي بس. ايوه دونجا بس هو اللي بيعمل الدور ده. لكن دلوقتي انت ما عندكش خلاص كل اللعيبه، حتى اللي كان عنده مثلا السيسي شويه كان عنده الدور ده خلاص مشي. زياد كمال ما يعملش ده مع زياد، ممكن زياد عنده الدور ممكن يشتغل فيها، بس زياد انا رؤى لسه موجود اعتقد يعني. ممكن يفكر في رؤى، لان لازم عشان تلعب نادي الاهلي لازم تلعب على الاقل اثنين من الثلاثه دورهم الدفاعي اكتر. هو مشكلته في الخطين اللي ورا، يعني الخط القداماني بيتهيألي ما عندوش فيه مشكله، عنده مشكله، عنده مصطفى وعنده شيكابالا وعنده زيزو وعنده الفراوده ناصر منسي او سامسونج او الجزيري، ما عندوش مشكله في الحته اللي قدامها، لكن عنده مشكله كبيره جدا في نص الملعب. وده نقول سبب تفوق النادي الاهلي على نادي الزمالك الفترات اللي فاتت لعيبه نص الملعب. ده كل الناس اللي فاهمه، كل الناس بتتفرج على فاهم النقطه دي كويس قوي. انت بقى لما جبت تدعم ركزت على صفقات يمكن جماهيريه اكتر منها أكيد. فنيه، فيها حته شو شويه، وده عشان مجلس اداره جديد وارد جدا، بس التجربه هتبان. فين الشو يعني؟ حضرتك شايف فين الشو؟ ايه الشو في الصفقات يعني؟ كمثلا ناصر ماهر في النادي الاهلي يعني طبعا يعني أنا عشان كانوا لعيبه في الاهلي قبل كده. هي كده بالظبط كده. عبد الله السعيد مثلا حاول استغل من اي حاجه بالظبط كده، زمان قوي 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 قوي. ما انا دلوقتي انت عارف برضو عايز يعني، ده لو كوبري يبقى كوبري طويل قوي 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 قوي. بس هو انا عايز اعمل اي حاجه مع الجمهور بتاعي، الجمهور بتاعي بقاله كتير. حاجه ثانيه برضو، انا مش عارف اجيب لعيبه برضو كويسه، كل واحد كل فرقه ها في مصر دلوقتي عندها لعيب كويس مش عايز تسيبه. فهجيب برضه هجيب لعيبه يعني. برضه عايز اقول لك على حاجه، صفقات يناير دي مش سهل قوي قوي تجيب لعيب يكون بيلعب ورجليه في الملعب كتير. لازم تدفع كتير.
ده على كده عمر كمال وسام ابو علي بقى ضربت معلم بالظبط يعني. عمر بيلعب في فرقته على طول ومكمله. لكن هي بيبقى مثلا النادي اللي انت بتفاوضه بتعرف توصل معاه لايه. لكن مثلا في فرقه مثلا نتكلم على فرق من اللي بينزلوا اي ايا كان، هنا اجي افاوض لعيبه عندها مهم جدا هيطلب مني فلوس، هياخد مني فلوس، طب ما الفرقه تنزل. فبرضه في يناير ما حدش بيفرط في اي لعيب سهل، ما بيفرطش في اي لعيب عندي بيلعب اساسي او دوره مهم في يناير سهل جدا. لكن بدايه الموسم بتعرف تجيب صفقات، في ناس عقودها بتخلص، في ناس بيبقى ناقص مثلا سنه بتعرف تجيب. لكن في صفقات يناير معروفه الميركات الشتوي ده من الصفقات القليله. الميركاتو خلص خلاص بالمناسبه يعني. لو كان في صفقه كنت تتمنى انها تحصل للاهلي في الميركاتو اللي فات ده، مين لفت نظر كابتن احمد جدا في النص الاول من السيزون؟ هو الربع الاول بالنسبه لنا. انا ما اتفرجتش كتير لان انا بقول لك انا بقالي اربع شهور في ليبيا بس انا متابع بقالي فتره لعيب انا يعني نسيت اسمه بس هو موجود في فيوتشر باك الشمال. ده المحترف اللي هو جوزيف نيجوين. جوناسان نيجوين كاميروني. انا متابعه بقالي ثلاث سنين من ساعه ما كان في اربع سنين كمان من ساعه ما كنا لعيب بيعجبني جدا. فمع طبعا ربنا يديله الصحه طبعا معلول سنه دلوقتي ما شاء الله 36 37 سنه محتاج تحضر البديل السريع. فده كنت بقول اتمنى ان لازم نفكر في المكان ده الفتره الجايه نفكر. بس لما جه عمر يعني برضو ايه ارتحت شويه. لسه بقى هنقيم اداؤه ان شاء الله لما يلعب في الحته دي. صحيح. ونشوف هيبقى عامل ازاي باذن الله. طيب لو بتلعب على نقاط ضعف او ثغرات في نادي الزمالك تركز على ايه؟ نص الملعب واختراقات نص الملعب وفي مساحات فاضيه كتير جدا وسهل جدا انك انت بتخترق بتوصل للاثنين المساكين سهل جدا لان هو ما عندوش حد بيلعب قدام المساكين. دي مهمه جدا. مش عندنا احنا ما شاء الله مروان عطيه بيشتغل في الحته دي كويس جدا من احسن الناس دلوقتي في مصر بتشتغل في الحته دي. اي حد عنده في الفرقه رقم 6 كويس بيقلل حجم الضغط القوي جدا على يبقى صعب الاختراق اللي في نص الملعب على الجون. كل تفكير اللعب على الجنب لكن طول ما مكان 6 ده مسمار نص الملعب ده. فما شاء الله مروان عطيه بيشتغل بالحته دي كويس جدا جدا. فالزمالك ما عندوش الحته دي. حتى دونجا بيشتغل بس برضه بيطرف نفسه كتير. ايه الجديد اللي ممكن يعمله؟ يمكن الماتشات الاخيره مارسيل كولر فاجئنا بالذات يمكن ظهرت قوي في ماتش البلديه، يمكن ماتش شباب بلوزداد وماتش ميدياما رغم انك انت تعادلت في الجزائر وفزت في غانا لكن الاهلي ما كانش بيقدم الاداء اللي احنا يعني متعودين عليه. ماتش البلديه يمكن ظهرت جدا الحته دي ودي يمكن ساعد فيها الكابتن احمد عبد الرؤوف شويه انه لعب جيم مفتوح الكرات الطوليه تقريبا خمس اهداف عشان لمسه ولعب. انت عندك لعيب دلوقتي ما كانش عندك لعيب بالشكل ده بس خد بالك مش من لعيب واحد يعني إمام ربيعة عملها معلول عملها. انا اقول بس ربيعة عملها لان ربيعة بيفكر في كده على طول لما بيتزنق بيعمل كده على طول لكن إمام عنده الحته دي موهبه موهبه يعني دي بيشتغل عليها على طول عنده رؤيه قويه جدا. لو فكرت لما تيجي تعمل شريط مثلا فيديو لإمام تتفرج على الشريط بتاعه تلاقي كل لعبه بيفكر بالحته دي على طول بيحط اذا كان بيجري على الناحيه اليمين او الباك الشمال اللي بيطلع ده حق الجون. ده اللعيب اللي كان بيتمناه هيكتور كوبر. هو ده ليه؟ لان كوبر محتاج لان كوبر بيقطع بيعمل تكتل ويقطع ويقدر يعمل التحولات سريعه جدا. فهو بيشتغل الحته دي كويس جدا. لعيبه النادي الاهلي كمان دلوقتي التحول السريع من الجانب الدفاعي للجانب الهجومي بتعمل كويس قوي. تحركات من نص محترمه في خط هجومك بالظبط كده بيتحرك كويس جدا. يمكن انت في خط كهربا كمان بالظبط. يعني شايف وسام عنده برده سرعات عنده وده بان في المباراه اللي لعبها الداخليه وده. بس انت فضلت كهربا طبعا خبرات كهربا. بقول لك نشتغل على العامل النفسي كتير نستغل العامل النفسي لكهربا المباراه دي والكلام الكتير اللي حصل كهربا انت عارف برضو يعني حصل كلام كتير وان مستر كولر مقيمه رقم 3 وده أيوه. برضو الحاجات دي على فكره كلها دوافع. كل الكلام ده انا متاكد ان المدير الفني بيشتغل على الحاله النفسيه بتاعته قبل المباراه واتوقع ان شاء الله افتكر بس كلامي هتلاقي كهربا بدا المباراه تقول صح كان عنده حق ده كان كل الحاجات دي عمليات نفسيه بيشتغل عليها قبل المباراه دي. شوبير رايك ايه في الفتره اللي فاتت فيه مستويات اللي قدمها مع الاهلي وهل شوبير يستحق انه يكون موجود في معسكر المنتخب اللي جاي؟ بص انا مصطفى ناس كتير جدا بتسال السؤال الحقيقه. لا مصطفى من انا عارف مصطفى من بتفرج عليه وهو في الناشئين وعارف قد ايه الولد اولا
اتصنع كويس. يعني ايه اتصنع كويس؟ اتولد في بيت حارس افريقيا كابتن احمد شوبير، عملوا له المناخ ان انت موجود في النادي الاهلي، اكيد عملوا الحاله النفسيه كويس جدا. زائد بقى شخصيه مصطفى نفسه. يعني لما تسمع كابتن شوبير بيتكلم عن مصطفى بيقول لك يعني واحد محترف عايش في بيت، عايش عيشه احتراف، عايز عنده هدف، عنده دوافع، بيجدد دوافعه، عنده طبعا عملاق افريقيا كابتن محمد الشناوي رقم واحد، عايز ازاي في وقت من الاوقات يوصل يبقى في النادي الاهلي ويبقى رقم واحد. الحاجات دي دوافع عايز يوصل لها، فبيشتغل عليها كتير جدا. عارف ازاي ان انا اقدر عشان ازاحم كابتن محمد الشناوي وابقى قريب منه، يستحق عشان يكون موجود في المنتخب. طبعا يستحق ان يكون دلوقتي موجود. الناس اللي قاعده تقول لك لا كنا محتاجين نجيب حارس مرمى، لا مصطفى لسه بعيد شويه، لا ازاي يا جماعه؟ مصطفى خد نهائي افريقيا في وقت من الاوقات وادى، والمباراه الثانيه كنا بالنادي ان هو يلعب المباراه الثانيه، وكابتن الشناوي لعب ساعتها. لكن مصطفى لا، حارس جيد، اتمنى له التوفيق، وان شاء الله ده مستقبل النادي الاهلي لفترات طويله جدا، وتخلينا مطمنين. عندنا طمانينه خلاص، قدامنا 10 سنين، اكتر من 10 سنين ما شاء الله. ده لسه ده مواليد 2000، ف 10 15 سنه ربنا يوفقه ان شاء الله. يا رب. ومن وراه حمزه ومن وراه مخلوف اكيد بصراحة. طبعا وزنفولي طبعا وماشي كويسه جدا جدا. قطعنا شيل النادي الاهلي بصراحه. صحيح صحيح. مفاتيح لعب او مفاتيح مكسب مارسيل كولر ومفاتيح خساره نادي الزمالك من وجهه نظرك؟ مفاتيح المكسب اكيد في ثقه اللعيبه المباراه وعدم الاستعجال، ودي موجوده في لعيبه النادي الاهلي. مش هنقعد بقى نقول لهم خلاص، لعيبه النادي عندها الخبرات دلوقتي، مفيش حد فيه موجود في الملعب دلوقتي ما عندوش الخبرات اللي لعب حوالي مثلا 10 15 مباراه اهلي. احنا لعبنا ماتشات اصعب كتير، اللعيبه دي لعبت ماتشات اصعب كتير. بس بنتكلم على الاهلي والزمالك عشان نتكلم على الحاله النفسيه شويه، يخش فيها العامل النفسي شويه. لكن ماتش اهلي والزمالك بالنسبه للعيبه اصعب، ولا ماتش اهلي واتحاد جده، او ماتش الاهلي وريال مدريد؟ لا لا، الزمالك. الاهلي والزمالك. اهلي وزمالك اي مباراه، اهلي وريال مدريد، اهلي وزمالك اصعب. الزمالك برضه طبعا، انت عارف ان هنا والجمهور، وكنت كل واحد انت بتفكر في اخوك وعمك وخالك لما بيخسروا بيقعدوا يحفلوا عليهم، ده انت قريبك كان بيلعب، ده كلنا في الاخر حبايبك. بتكلم ده كله عادي، بس بقول لك فكله كل لعيبه بتفكر في الحته دي. صح، نورت الدنيا. كل التوفيق للرجاله ان شاء الله يوم الجمعه اللي جايه، يقدموا عرض ان شاء الله كويس ويحققوا اللقب السادس مع مارسيل كولر، ويفرحوا جماهير الاهلي في السعوديه وفي كل انحاء الوطن العربي، اولهم طبعا في مصر. بشكرك كابتن احمد، نورت الدنيا. الحمد لله على السلامه مره ثانيه. الله يسلمك. موفق دايما. شكرا جدا. شكرا ليكم على المتابعه، وتحياتي لكل الاهلاويه اللي تابعوا حلقه النهارده.